الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. محمد بن سيرين، نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. قال جرير بن حازم: سمعت محمد بن سيرين يحدث رجلا فقال له: ما رأيت الرجل الأسود؟ ثم قال: أستغفر الله، ما أراني إلا قد اغتبت الرجل. سبق في الدرس الماضي أن محمد بن سيرين كان عنده ورع كبير. الورع أن تحاسب نفسك على دقائق الأمور وعظائمها، ولن يجد المرء أفضل محاسبا من نفسه، وطوبى لمن حاسب نفسه قبل أن يحاسب يوم القيامة. فمحمد بن سيرين عم يحكي مع الرجال، قال له: شفت الرجل الأسود يلي هلأ طلع؟ بعدين فورا نأز، قال: أستغفر الله، ما أراني إلا قد اغتبت الرجل. لأنه الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، لعله يكره أن يقال له أسود، وهو أسود، يعني الرجل أسود. بس محمد بن سيرين ما هان عليه أن يصف رجلا ربما يكره هذه الصفة، قال: ما أراني إلا قد اغتبته. يا أخوان، هذا واحد من الفوارق بين المؤمن المنضبط والمؤمن غير المنضبط. كلاهما يذنب، يعني ما دمت إنسانا أنت تذنب، تخطئ، تقصر، ما في أحد معصوم إلا أن يكون نبيا. ما دمت إنسانا فأنت تذنب، تخطئ، تقصر. بس الفارق بيننا وبين غير الملتزمين أن الملتزم إذا أخطأ تذكر، وغير الملتزم إذا أخطأ تمادى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. معناته يمسهم طائف من الشيطان، معناته أنا هذه الصورة ترسم لوحة، كأنك واقف وأنت من المتقين بإذن الله، والشيطان عم بيطوف حواليك. إذا مسهم طائف من الشيطان، الشيطان عم يطوف حول الحصن الذي بنيته أنت حول نفسك، ينتظر منك غفلة عشان من هالغفلة يخترق. على كل الأحوال، إذا اخترق الشيطان، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، فورا هو بيتأثر. هلأ يا أخوان، نحن قاعدين، إذا واحد بيناتكم شكوا دبوس فورا بيتنبه، بس بعيد من هون، إذا واحد ميت شكوا دبوس ما بيتنبه. واحدنا بيكون قاعد، إذا أرصته ناموسة، يعني شو هي هالشكة الصغيرة، بيتنبه. ليش؟ لأنه في حياة. بس إذا واحد ميت، إذا أرصته ناموسة ما بيتحرك، إذا ذبحته بالسكين ما بيشعر بشيء. هلأ إذا القلب ميت بيغتاب وبينم وبينظر إلى الحرام وبيأكل حرام وبيأذي والديه وبيأذي جيرانه وبيضحك، ما بيحس بشيء على الإطلاق. تنشره هيك، بينشره بالمناشير ما بيحس. هذا مو لأنه بطل، لأنه ميت. إذا القلب عايش، إذا اغتاب واحد، إذا قال رأيت ذلك الرجل الأسود، فورا غزته الإبرة، يعني تحرك، فقال: استغفر الله، ما أراني إلا قد اغتبت الرجل. كيف يا أخوان بصير هذا القلب عايش؟ بصير أي 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 خطأ بتألمه. مرات واحدنا بموقف معين أمه بتزعل منه، بيتخربط، هو بيطلع من البيت بس لا عاد يعرف يمشي، ولا عاد يعرف يأكل، ولا عاد يعرف يحكي، ولا عاد يعرف يشتغل لحتى يرجع ويسترضيها، لأنه القلب عايش. مرات لا سمح الله واحد بياخذ مبلغ مالي قل أو كثر، بيشعر أنه في شبهة، هذا مو حرام، في شبهة، بيقول لك: يا أخي مالي مرتاح، مالي مطمئن، شان الله شو بدي ساوي بهالشغلة. أنا مراراً، الله يجزيكم الخير يا أخوان ويتولاكم، والله مراراً ما يأتيني إخوة منكم، والحمد لله هذا فضل من الله عز وجل علينا، الالتزام بيخلي قلبك حي. مرار كثيرة، يعني يأتيني ليسألني عن مبلغ مالي قليل أو كثير، في مرات أنا أعجب يعني من هذا السائل، ثم هو حريص
إذا شعر بأنه هذا المبلغ فيه شيء أن يتخلص منه. شو طريقة بدي يتخلص منه؟ ما الطريقة؟ مرات الحقيقة في مبالغ كبيرة، فيعني تلفت الانتباه. شو هالقوة الإيمان؟ يعني إيمانه أغلى من 10 مليون. في 10 مليون صاروا هون اللي بجيبته، بس إيمانه أغلى، وهو حقيقة هو يخرجهم يخرجهم، وإيمانه أغلى من 20 مليون. وفي مرات إخوة عندهم حساسية، لا شو بدي أقول لك، يعني بأجزاء من المئة ليرة. والله مرة جاءني أخ، يعني هذا يعجبك اللي عنده حساسية لهيك الشغلات الدقيقة، وذاك يعجبك الذي إيمانه عنده أغلى من ملايين الدنيا. مرة جاءني أخ موظف، قلت لكم يا مرة القصة، قال لي أستاذ نحن بالوظيفة منطبع قرارات تعاميم، نطبع مرات بيطلع هالقرار خطأ، بدنا نعدله، بدنا نصححه، بدنا نبدله، فهالورقة بتروح على التلف. أنا بصير أخذ هدول الوراق، هدول الوراق مصور على وشهم بس وشهم الثاني أبيض، بصير أخذ هدول الوراق لأولادي بالبيت بيعملوها مسودات. يعني هو عم بيحاسب حاله على قفل ورقة يلي بدها تلف. طبعا هو بالوضع العادي بيصير، أما الآن في هذه الأزمة لا ما بيصير، لأنه الآن صارت حتى الدوائر العامة هذه الأوراق يعني حريصة أنه تستفيد من ورائها من أجل توفير النفقات. يعني بالتالي ما دامت هذه الدائرة ستستفيد منها فما بجوز أنا أخذهم إلى بيتي. أخ مرة أنا بساوي بدرس بجامع دك الباب على صلاة الظهر يوم الأربعاء، جاءني أخ قال لي أستاذ أنا تنبهت، بقى هو بينزل بيحضر الدرس، هو موظف بالمالية، قال لي أنا تنبهت أنه أنا عم بنزل أقعد الدرس ربع ساعة مدته، أنه هدول الربع ساعة أنا قابض ثمنهم من الدولة، كل أربع شو يعني بدي لك، كل شهر بيطلع له ساعة، نحن بالأسبوع درس واحد بس، يعني بالشهر ساعة، بالعشرة أشهر 10 ساعات، يعني الدوام يوم ونص مثلا، ب 12 شهر هدول بيطلعوا لهم 12 ساعة، يعني الدوام يومين، أم معاش قديش حسب قديش باليومين تصدق فيهم. خاصة اللي قلت له نحن مو بس بدنا المصاري، بجوز في ناس مراجعين عم يستنوك، يعني لا تحضر، روح خليك هنيك أنت جالس. قال لا أنا موجود بمكان ما يحتاج إلي، وأنا مقدمة علي وجالس. قلت له طيب مع هيك، يعني هو فكر هذا التفكير، في ناس يعجبك تحريب الحلال. هذا يا أخوان دليل شو؟ هذا محمد ابن سيرين عنده قلب حي، اللي عنده قلب حي بيشعر بشغلات الآخرون لا يشعرون بها، واللي ما عنده قلب حي مشكلة. أنا مرة أخبروني عن إنسان ألقوا عليه القبض، حرامي سارق، بس شو بيسرق؟ هذا بيسرق سجاد من الجوامع يخرب بيته لك أول شيء سرقة، ثاني شيء من الجامع، ثالث شيء سجادة الجامع. والله أنا عجبت، قلت لهم شلون السجادة بالجامع بتنسرق؟ يعني لك واضحة شلون بتلتف وبتنحمل. يا إخوان الله لا يميت قلوبنا، يلي قلبه ميت هذا ما ترجو منه شيئا على الإطلاق. إنهم إلا كالأنعام، هذا مثل عفوا البقرة والإبل والحمار، بل هم أضل، الحمار أحسن منه، لا ترجو منه، يلي قلبه ميت لا ترجو منه خيرا على الإطلاق. قلت له شلون هذا يعني شلون السجادة بتنسرق من الجامع؟ هو عامل خطة، هذا بتشوف قديش موت القلب، يعني مو واحد زلت قدم، بيسرقهم من سجاد جامع، هذاك الجامع على السدة، من السدة الجامع مطل على مقبرة، فهو بيفوت على الجامع بيطلع على السدة بوقت ما في يعني زحام، بيلف هالسجادة وبيزتها من الشباك على المقبرة، وبعد يوم أو بوقت تاني بيفوت على المقبرة بيحمل السجادة وبيمشي. بعد ما راحوا له شي 3 سجادات اكتشفون، نسأل الله السلام، في موت بالقلب، هذا ما عم بيحس بشيء على الإطلاق. في جامع الحكيم الذي أدرس به مرة تسلط إنسان، أو ما بنعرف إنسان لما مجموعة عجيب، هو من الشر بمكان فظيع. الجامع الحنفيات تبعه عبارة عن هذه حنفية اللي إلى عنق، شو اسمه؟ الخلاط، يعني الخلاط، إيه.
تسلط ما بنعرف مين، إنسان مو يأخذ الحنفية بيكسرها كسر، بيقرف هيك بيقرفها ويأخذ النصف، يعني هذا المقروف. الله أكبر، شو هاد؟ صارت أول مرة شي 10 حنفيات، كيف هيك؟ لك هذا يعني مين هذه اللي عامل هيك؟ ماذا يريد؟ يريد أذية المسجد فيما يبدو. بدلنا الحنفيات، رد بعد شهر وشوي صار نفس الفصل. الله أكبر. إنا طيب بدنا نحط كاميرات، لك شلون هيك عم بيصير؟ ثم نظرنا وإذ خزان المسجد بلاستيك على السطح منشور بالمنشار. والله يا إخوان نحن يعني تألمنا ألم جدا شديد. من هذا الشرير الذي يريد أن يؤذي بيت الله؟ يعني إذا بحاجة لو أخذها بايعة أنه هذا بركي بده مصاري. وقلقين بعد شيء 3 أشهر مخفر الشرطة بيجي على الجامع بيطلب خادم الجامع بيقول له أنتوا بجامعكم هون رايحة شيء مرات هيك حنفيات مقروفة؟ قال له إيه. وصار عندكم أضرار هيك كمان بخزانات المي؟ قال له إيه. قال له إحنا مسكنا الحرامي، تعال معنا على المخفر. أخذوا على المخفر. بقى خادم الجامع عم بيقول لي مسكوه بجامع آخر يفعل الفعل نفسه. قال له نحن مسكناه بجامع قريب من الجامع الآخر عم يفعل نفس الفعل. بتريد تشتكي عليه؟ اتصل فيني شو اسمه الخادم. قلت له طبعا طبعا. الخادم قال له بس معلش بدي شوفه. قال له إيه. الخادم يقول لي نزلوا على النظارة وين موجود. قال لي يا أستاذ عياذا بالله تعالى الوجه وجه غضب وسواد، واضح سواد سواد وغضب واضح. يا إخوان موت القلب، هذا إنسان بلا ريب ميت القلب، وإن كان هذا القلب الحيواني ينبض يعني بيتحرك بيشتغل، بس القلب الإيماني ميت. الله عز وجل قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. شلون لمن كان له قلب يا رب؟ ما كل الناس عنده قلوب، بس الله عز وجل ما بيريد هذا القلب الحيواني. هذا عند القطط، القطط عنده قلب، الإبل عنده قلب. الله ما بيحكي لك عن هذا القلب اللي بيضخ الدم، بيحكي لك عن قلب يشتغل ويشتعل بحب الله تعالى، يشتغل ويشتعل بذكر الله تعالى. فيا إخوان يا شباب نصيحة اللي بيناتكم يشعر نفسه أنه لا سمح الله عم يعمل معصية ما عم بيحس بشي، عم يدخل على مواقع غير جيدة ما عم بيحس بشي. هلأ نسأل الله السلام، بالعكس إذا واحد حس حاله هو بيفرح، يعني إذا عمل معصية بيفرح، إذا دخل على مواقع غير جيدة بيفرح، إذا حكى كلام سيء بيفرح، إذا أكل مال حرام بيفرح. الله أكبر، هذا معناته القلب على أضرب وأضرب. لا سمح الله إذا واحد حس حاله راحت عليه الصلاة ما شعر شيئا، صلوا 2 سنين ما دعا واحد من أصدقائه إلى المسجد، ما له حاسس بشيء، معناته القلب في شيء. محمد ابن سيرين حكى كلمة بس قال له شفت هذا الرجل الأسود؟ قال بعدين أعوذ بالله استغفر الله ما أراني إلا اغتبت الرجل. هلأ إذا واحد شاعر القلب عنده ضعيف، الحالة الإيمانية ضعيفة، شلون بده يقويها؟ واحد بدك مجالس الذكر، لأنه هالقلب مثل شقفة الزريعة بده صقي، بس هذا ما الماء تبع القلب هو ذكر الله تعالى. كل ما بتصقي أكثر بالذكر بتقوى عندك الحالة الإيمانية، كل ما بتصب ذكر الله أكثر كلما بتلاقي قلبك يحيا بهذا الذكر. بدك واحد مجالس ذكر، ذكر عام وخاص، و2 مجالس علم، و3 صحبة الذاكرين، لأن الذاكرين هدول بيأثروا فيك، عندهم قوة جذب مثل الفجار، نسأل الله السلامة عندهم قوة للفجور. قال مورق العجل ما رأيت رجلا أفقه في ورعه ولا أورع في فقهه من محمد بن سيرين. وعن أبي أيوب قال قال أبو قلابة أينا يطيق ما يطيق محمد بن سيرين يركب مثل حد السنان. حد السنان حد السيف. بتحس محمد بن سيرين كأنه ماشي على حد السيف هيك على البيكار، كلامه مضبوط، نظراته مضبوطة، ماله مضبوط. بس هذا يا أخوان تدريب. نحكي لكم قصة أختم بها هذا الدرس من أجل بس أنه نتدرب، كلنا نتدرب على هذا الورع وعلى أن تحاسب نفسك لما يكون في تقصير أو تتوقع أن يكون تقصير.
بمجمع الشيخ أحمد كفتار عليه رحمة الله كان في دورات إساوية الجامع للأئمة والخطباء من البلاد غير الناطقين باللغة العربية. بفترة الصيف يستدعوا من دول العالم غير الناطقة باللغة العربية أئمة وخطباء أو ناس مؤهلون للإمامة والخطابة ويعملوا لهم دورة لمدة 100 يوم. فيجي رجال يعني من شيء 40-50 دولة، يقعدوا هون 100 يوم، أكلين شاربين نايمين، إقامة ذهابا وإيابا. فهالدورة هي فيها دوام مدرسي من الصبح من الساعة 8 مثلا للساعة 2، محاضرات متتابعة، بعدين في استراحة، بعدين من 5 إلى 8 كمان في برنامج تاني، إما ندوة فكرية يجيبوا مفكرين يجيبوا علماء، وإما زيارات لمناطق يعني في قلب البلد، وإما زيارة شيوخ وعلماء وهكذا. فأنا بتذكر مرة كلفوني في ندوة بعد الظهر بدي أنا أقدمها. مقدم الندوة هو الشيخ بشير الباني. الشيخ بشير الباني عليه رحمة الله، توفاه الله تعالى، كان هو واحد من مؤسسين جامع بدر وأظن جامع أنس، مجموعة جوامع بهالمنطقة، بيته عند الجاحظ. الرجل صالح صالح صالح، وأنا أشبهه بمحمد بن سيرين في ورعه. بقى المحاضرة لإله وأنا محاور لإله. فجلسنا، البرنامج أنه هو بيحكي لمدة 3/4 ساعة، بعدين في استراحة 1/4 ساعة بيقدم فيها ضيافة، بعدين في أسئلة وأجوبة كمان شيء 1/2 ساعة، بعدين تنتهي المحاضرة. فجلس الشيخ وتكلم وخلصت المحاضرة تبعه. هلأ في استراحة 1/4 ساعة، الحاضرين موجودين قالوا لهم تفضلوا في ضيافة، عاملين لهم مثل بوفيه هيك صغير، يعني هي الضيافة مرة كاسة شاي، مرة عصير، مرة تبتوبة، مرة شيء من بتيفور، مرة شوكولاتاي. هلأ لما اجوا قالوا لهم تفضلوا على الضيافة، راحوا على الضيافة، ما لقينا غير أخ من القائمين يعني جاب صينية وجابها. كان الشيخ بشير الباني عمره شيء 90 سنة، كان قاعد وأنا قاعد جنبه، قام جاب لنا صينية. طلعت الضيافة جايبين كاسة لبن عيران، حطينا بالكاسة البلاستيك ولبن عيران، هي يعني هلأ الضيافة. قام إجا ضيف الشيخ وضيفني. الشيخ قال له هذا اللبن منين؟ هلأ هي كاسة بلاستيك فيها لبن عيران، يعني شو هدون قديش بيساووا؟ قال له هذا اللبن منين؟ قال له هذا سيدنا نحن صنعناه في مطعم بالجامع، في مطعم كان في طلاب قسم داخلي بيطعمي كل يوم، بيطعمي له 500 طالب فطور غدا عشاء فطور. قال له نحن بالمطعم صنعناه اللبن العيران وعم نضيفه للطلاب. قال له يعني هاد مال زكاة، أنا ما باكل مال زكاة، خده. أم أنا قلت له للشيخ، قلت له سيدنا أنت اشربها وأنا هلأ بس أطلع بتبرع ب500 ليرة عن كاستك وكاستي. قال لي إيه، إذا أنت بتتبرع أنا بشربها، بدك تدفع حقهم يعني يا دول. قال لي طيب بشربها. والله شربها وأنا شربت كاستي وخلصت هالربع ساعة، ورجعوا هالطلاب عملوا أسئلة وأجوبة شي 1/2 ساعة وخلصنا. هلأ انتهوا وأجوا سلموا على الشيخ ومضوا، والشيخ طلع. أم أنا وصلته هيك على باب الجامع، نزلته على الدرجات، سيارته عند باب الجامع، وصلته على باب السيارة. والله يا أخوان هو عم بيسلم علي، قال لي دكتور لا تنسى تدفع 500 ليرة. شايفين يا أخوان ورع هذا، يعني الكاسة حقها يمكن 5 ورقات سوري، بس في حساب أنه أنا وين شو عم يدخل علي وشو ما عم يدخل علي. هلأ الشيخ بشير الباني الله أكرمه كثير الرؤية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بس هي رؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مو ببلاش، بدك تدفع حقه. فواحدة من حق الورع، الورع والله. قالوا لي بقى هو كان واحد كمان من مؤسسي جمعية الأنصار الخيرية، بقى بالجمعية لما بده يوقع ما يأخذ ألم الجمعية، مع أنه التوقيع لصالح الجمعية، طلع ألمه وهيك ويوقع أنه هذا مشان الحبر، هذا ألم الجمعية، أموال صدقات وأموال زكوات وأموال، ليش أنا أخذه؟ أنا بأخذ من ألمي هون وبوقع. وهكذا يا شباب، يعني
أن يتدرب أحدكم على الورع هذا شيء عالي جدا، وهذه سلعة عالية جدا ونادرة جدا وغالية جدا، والله والله إذا بتتورع عن القرش الله بيعوضك مليون، وإذا بتتورع عن الخطأ الله بيعوضك من الخير مليون، لأنك تتعامل مع رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الصلاح، وأن يجعلنا من أهل الورع، وأن يجعلنا من أهل التقوى والاستقامة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.